نظم المركز الأردني لبحوث التعايش الديني بالتعاون مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الورشة التدريبية الأولى التي تمكن فئة المعاقين من المشاركة السياسية في العملية الانتخابية القادمة. وتهدف هذه الورشة التي ستنتقل إلى كافة محافظات المملكة إلى تحفيز الأشخاص من ذوي الإعاقة على الاقتراع وانتخاب المرشح القدير والمناسب. وقد شارك في أعمال الورشة التي حضرها عدد من المهتمين قدس الأبنبي الحداد مدير مركز التعايش، والناشط الحقوقي والسياسي الدكتور حمدي مراد، والآنسة آسيا ياغي من المركز الوطني لحقوق الإنسان. إيماناً منا بدورنا في مجتمعنا العزيز الطيب، جئنا اليوم لكي نعقد هذه الورشة الأولى، الورشة التدريبية الأولى التي يقيمها مركز تعايش الذي أتشرف بإدارته، للاهتمام بفئة عزيزة علينا، فئة نحبها، وهي فئة إخوتنا وأخواتنا ذوي الإعاقة. وموضوع هذه الورشة هو التدريب على المشاركة السياسية من قبلهم في العملية الانتخابية. نقيم هذه الورشة التي ستنتقل إلى العديد من مناطق المملكة بالتعاون مع المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، وهي مناسبة أن أجدد لهذا المجلس ممثلاً برئيسه سمو الأمير مرعد بن رعد ولهذا الطاقم على التعاون الذي أبدوه معنا في تيسير هذه المبادرة التي نقوم بها، إيماناً منا بأن هذا الإنسان الذي خلق على صورة الله كمثاله يستحق حقه أن يمارس هذه الميزة، ميزة المواطن بالتعبير عن إرادته، كما أن هذه الممارسة هي واجب يدفع إخوتنا ذوي الإعاقة للقيام بها من أجل مجتمع، هذا المجتمع غايته تحقيق الخيور العامة في الوطن. تأتي هذه الورشة بناء على نشاط من المركز الأردني لبحوث التعايش الديني الذي أتشرف بزمالة تأسيسه مع أخي الأب نبيل حداد والعبد الفقير، وهذا النشاط أيضا يأتي بالمشاركة مع المجلس الأعلى لرعاية الأشخاص المعاقين. وهذا النشاط طبعا، ونحن نحيي سيدي صاحب السمو الأمير مرعد الذي أيضا يرعى هذه النشاطات ويرعى هذا العطاء الإنساني في وطننا الحبيب بقيادة سيدي صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه. إذن اليوم هي ورشة تدريبية تشارك أيضا فيها وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية من أجل هذا التدريب الذي ينهض بحقوق وواجبات الأخ والأخت ذوي الاحتياجات الخاصة المعاقين الذين نعتبر دورهم أساسي في المجتمع لا يقل عن أي مواطن في هذا الوطن، وأن يعرفوا حقوقهم وواجباتهم التي نادى بها دستورنا الأردني الذي تحدث عن ذلك بتفصيل لحقوقهم وواجباتهم. وكذلك في العملية السياسية التي يظن البعض أنهم ربما غير معنيين هم بها، لا بالعكس، هم جزء لا يتجزأ من هذا الوطن، فمشاركتهم السياسية والانتخابية في العملية الديمقراطية والتنمية السياسية في الوطن تعد جزءا لا يتجزأ من حقهم وحق الوطن عليهم وحقهم على الوطن. عن اليوم التدريب عن المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة
وهذا إشي بصراحة هو صح من التدريبات النادرة لكن إيجابية. ليه؟ لأنها بتأثر تأثير إيجابي مباشر على ذوي الإعاقة، لأنه معظم التدريبات اللي بتتعلق بالمشاركة السياسية ما بتكون لذوي الإعاقة. وهذا إن شاء الله رح يحفز عدد كبير من ذوي الإعاقة سواء كان للذهاب للإقتراع أو إنهم يترشحوا إذا في أحدا يعني إنه على مقدرة من إنه يترشح وينزل على الانتخابات، وأنا بعتقد إنه موجود حتى في الأقاليم. وهذا التدريب ما حيكون بس على نطاق عمان بإذن الله تعالى، هيكون في الشمال وفي الجنوب، وإن شاء الله يكون يعني تأثيره زي ما قلت في البداية إيجابي.